تتجه باكستان لانتخابات حاسمة ومهمة لاستقرارها هي والمنطقة، لكن الحملة الانتخابية لنواز شريف شابتها أعمال عنف مروعة مشبولة بالإرهاب والفساد والفقر. كثيرون هنا يطقون للتغيير. من الطائرة المروحية هبط من يتوقع أن يصبح رئيسا للوزراء في أوقات باكستان العصيبة. نواز شريف على ثقة من بروزه السياسي الآن بعد 14 عاما عزل فيها عن الحكم وسجن ونفي. في مسار حملته الانتخابية هذا الأسبوع تعهد نواز بتحويل باكستان لنمر أسيوي جديد. وإذ يخطب نواز شريف مواليه يؤكد لهم أنه قائد متمرس سيوفر حكومة قوية لباكستان، ورغم أنه متقدم على منافسيه إلا أنه لا يهدأ في تزعم حملته الانتخابية حتى موعد الاقتراع. سوف يظهر بعد ساعات في 4 حشود جماهيرية أخرى. لكن هناك بعض الهواجس بشأن نواز شريف، فقد اتهم بتهاونه مع المتطرفين. سألناه إن كان سيوقف دعم المعركة التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإسلاميين المتطرفين، وما إذا كان سيسحب باكستان من أطون ما يعرف بالحرب ضد إرهاب، فرد بالإيجاب. وسألناه إن كان سيوقف العملية العسكرية ضد طالبان والقاعدة، فكان جوابه همهمة مقتضبة. منافسه الرئيسي هو عمران خان طريح الفراش هنا بعد أن سقط أرضا من علو فأصيب بجروح، لكن سقوط وجروح نجم الكريكت قد تعزز ولاء الناس وتعاطفهم معه، لتتحول الانتخابات لحادث يصعب توقع نتائجه أو حتى التنبؤ بها. للبعض جرت الحملة أحكام ما، إذ استهدف الطالبان الأحزاب العلمانية الرئيسية في هجمات كهذه، بحيث تحول دون ممارسة حملة انتخابية حقيقية بعكس حالتي نواز شريف وعمران خان. الزعماء الليبراليون يقولون إن الحالة شؤم غير مسبوق. هنا رباني خار وزيرة الخارجية السابقة تقول إن الوضع يمثل خطراً على الليبراليين، ليس فقط على حياتهم بل على باكستان أيضاً. وترى هنا أن طالبان تؤثر على هذه الانتخابات وبشكل ينبغي ألا يسمح لها بذلك. ومهما يكون من يشكل الحكومة المقبلة في باكستان، فسيواجه مصاعب وتحديات جمة، أقلها أزمة الطاقة التي تشل الاقتصاد، وعلى رئيس الوزراء المقبل أن يجد وسيلة يحافظ فيها على سطوع الضوء.